ياسمينة زيتون عمرها 20 سنة نكفر شوبا. هيك تعرفنا عملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون لأول مرة، طالبة الصحافة الشغوفة والقوية وبنت الجنوب يلي عم تحلم ترفع اسم بلدها لبنان هون وين ما كان بالعالم. إذا بدك تختاري منطقة لبنانية حتى تكون صورتها على أعلن هالحملة، شو بتختاري وليش؟ مساء الخير. أول شيء أهلا بهالطالة لكل مغترب صار له كذا سنة ما أجي على لبنان، اشتقنا لكم كلكم. إذا بدي أختار منطقة صراحة بحتار بين المنطقة البندين اللي أنا ربيت فيها وخلقت فيها اللي هي سور من أجمل مدن لبنان وأجمل بحر بحر سور، وبين ضيعتي اللي صمدت وتحدت بكل هالحروب اللي هي كفر شوبا، وبين مدينة اللي هلأ هي حضنيتنا كلنا وست الدنيا بيروت. من هون بلش الحلم يكبر. ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينة زيتون. والحلم صار حقيقة والطموح صار أكبر وأكبر مع وصول ياسمينة على الولايات المتحدة الأمريكية من أيام قليلة، وتحديداً على ولاية نيو أورلينز لتشارك بأكبر حدث جمالي بالعالم ميس يونيفرس 2023. As you all know, today is my third day here at Miss Universe and I'm so happy, so grateful and I'm enjoying every second here. ياسمينة عم تتحضر لهالمسابقة بالإضافة إلى 85 ملكة من حول العالم وعم تتشارك معهم أجمل اللحظات. Good morning. So امبارح تفاجأت أنا ميس أستراليا بتعرف تحكي عربي. هاي كيفك؟ كيفك؟ 14 كانون الثاني 2023 هو تاريخ الاستحقاق الجميل المنتظر، وقلبنا مع لبنان وياسمينة يلي رح تعوز تصويت كل واحد فينا. وما تنسوا تتابعوا حفل تتويج ملكة جمال الكون مباشرة عبر الـ LBCI الساعة 2 الفجر بتاريخ 15 كانون الثاني.